بس يتجوز اي شاب مثلا اليوم بده يتجوز بفتش على بنت بيت. بنت بيت يعني بنت تكون متعلمة، بنت عندها استقلالية، بنت ممكن تكون شريكة بالزواج، صح؟ 100% صح. الصبح تيجي لعنده هالبنت بيتجوزها، أكيد بدها تكون بعدها فيرجن. ليه أكيد؟ ها؟ ليش أكيد؟ لأنه هو بده هالشيء. أوكي مزبوط ولا لا؟ بس في شيء ضمن الحدود، الصبح البنت بس طلعت نطاق إذا حبت قبل الزواج وين المشكلة؟ شو بيأثر هيدا على العائلة كلها والعشيرة كلها؟ ما فهمت، إذا حبت قبل الزواج وين تحبوا يا زلمه؟ باي منطقه؟ احنا عايشين ببلد عربي بشرق او مش عايشين باوروبا. وشو خاص؟ شو خاص اذا حبت الحب؟ ما في خاص اذا باوروبا او خلص اذا حبته بتطلع معه بتنام معه، شو هالمنطقه؟ بلد عربي بس متحضر. اي حضاره؟ الحضاره بفنزويلا بامريكا هونيك الحضاره، نحن مش يعني تخزين بلد كل حيوانات. اوروبا او نحن ببلد عربي يعني انت ما لازم تكون متحضر شوي بالافكار، بحترم انت شو بتفكر. بس بكل صراحة أنت إذا بدك تجي تتجوز وحدة، شو عارفك إذا عاملة سبعة ودمتها قبل ورحت عملت عملية ورجعت؟ ما أنا ما بتجوز إلا ما بتأكد، ما بتجوز إلا ما بتأكد منها، بسأل عن أهلها وبسأل عنها عن عشيرتها، بسأل عليها إنها بتطلع. شو عارفن أهلها تحت الطاولة عم تعمل سبعة ودمتها؟ شو عارفن أهلها؟ أنا الصبح إذا ما بروح بنقي وحدة أنا بعرفها وسأل عنها ما بتجوزها. شو بتنقش أنت بسوبر ماركت؟ شو بدك اليوم؟ أنت عم تنقي غرض؟ اليوم لا ما عم نقي غرض، أنا بدي أحط شيء هيدا عشرة عمر يوم ولا يومين، أنا بدي أدير ظهري بروح على شغلي بعرف مين في بالبيت. بس ما انت ما بتعرف انه في زلمه وراي مش مره. انت ما بتعرف ما بتعرف هي شو عامله قبل، شو عرفك؟ حتى لو سالت عنها هي بنت ذكيه عرفت كيف تتصرف، ما خلتك تعرف. هيك لا حول ولا قوه الا بالله. هيك ساعتها لا حول ولا قوه الا بالله. اذا ساعتها ما حدا بيعرف عنها شيء بس انا بكون سال عنها. وانا صبح كشاب بدي اتجوز الصبح انا ما بروح على بنت والله طالعه مع فلان وطالعه مع علتين، مليون كل شيء مكشوف، نعرف البنت اللي بتطلع بالبيت. نحن مش عم نحكي عن البنت اللي بتظهر كل يوم مع حدا او بتظهر كل جمعه مع حدا، انا عم بحكيك عن بنت حبت انسان ضلت معه سنين حبت تعمل معه عليها قبل الزواج لتعرف حالها اذا قدرت تكفي معه، هذا شيء ما بيعني انه البنت منا محترمه. بالعكس انا ليش ما بحترم الشق بس المراه الحدود بس تخطط الحدود بعد اذنك اي بعد تخطط الحدود المراه لازم تنقتل لازم تنقتل اللي بتنهك عرض اهلها وشرفها لا لا رح لك شغله يعني شخص اهلها شرفها شخص اهلها شخص هي بتقولي بتطور اي تطور تطور تدخل شرف تطلع مع صاحبها بينام معها انا رح اسالك سؤال جوزت وحده وبعدها فيرجن وشفت بعت الدم بس ما بتعرف تربي لك اولادك وكل يوم بتنجس عليك وبتظهر عليك بلا ما تعرف بس تظهر على شغلك وكل هول بينما اذا تجوزت بنت معقول تكون منا فيرجن بس تحترمك وبتحطك فوق راسها وما بتظهر عليك بتقتنع فيها قبل الزواج وهي مش فيرجن انا بالنسبه لي انا ما ابدا ما يعني ما بمشي مثلك ما هو شرف المراه صبيه اليوم ثقافتها واحترامها بالمجتمع وكيف تتصرف هيدا هو على عيني وعلى راسي من فوق انا بدي اضطر اخذ موقف هون هيدا هو شرف المراه اليوم بغض النظر اذا كان عندها علاقات او ما عندها علاقه سابقه شرف المراه اليوم هو علمها هي ثقافتها هي حضورها بالمجتمع هي تكون شريكه كامله للرجل بهذا المجتمع هيدا اللي بيحدد رجل المراه السؤال التالي ريان شو اللي بياثر على رجل اذا كانت امراه زوجته كان عندها علاقه سابقه شو بياثر عليك انت كرجل اذا زوجتك كان عندها علاقه سابقه بيأثر عليه كثير من شو بخاف الرجال شو اليوم بخاف الرجال انه بيكون عليه السبب بترجع لحبيبه لكن بتخونه. ليش بدها تخونه اذا كان في عليه سبب ليش بدها تخونه هلا انت ما بتعرف مثلا صاحبتك او مرتك شو عم تعمل وانا عم تروح على تيجي انت ما بتعرف حركاتها ليش اهتمامها فيك ما بتعرف بس كيف بس سؤال ليش الرجال بخاف ليش بخاف من هذه العلاقه يخاف لانه نحن بالقرن 21 اليوم في تليفون بالبيت حاطط زلمه بالبيت ايه اليوم التليفون هيدا التواصل الاجتماعي اليوم عندي رفيقه عم بحكي مع رفيقه او عم بحكي مع ما بعرف شو بس رفيقه هيدا يمكن بيكون مصاحبها يمكن هيدا عنده غرض ثاني هيدا قلة ثقة او فيك بحالها هيدا قلة ثقة بالرجل او قلة ثقة بالزوجة مش قلة ثقة هيدا هو الرجال ما عنده ثقة انا ما باخذها من الاول اذا ما بوثق فيها ما باخذها من الاول 100% لكن لازم تكون بنت بيوت بالك اذا حكيت مع رفيقه بس سؤال هي عم تحكي مع رفيق انت ما معك خبره او منك متعرف عليه او ما بتعرفه ليش لحتى تحكي مع رفيقه برأيك نوال من شو بخاف الرجل الشرقي إذا المرأة في عندها علاقة سابقة بصراحة؟ لأنه بيعتبرها امرأة متحررة زيادة عن لزوم شخصيتها قوية كثير يعني بخاف إنه يكون عندها قوة عليه حتى بخاف إنه بالنسبة له هو إنه هي العلاقات السابقة معقول مثلا تشوف إنه هي هو كان منيح معي هون أنا مني منيح معه هون هو عطيها الحرية أنا مش عم بعطيها الحرية بخاف بصير يعطي مقارنة